50% متوانسه متفائلين وانه تونس ماشيه في الطريق الصحيح وانه بقدره ربي باش نتغلبوا على الوباء هذا، شنو رايك؟ باذن الله لاباس الحمد لله، احنا حسب ما نشوفوا توا الواحد فما تحسن ولاباس. احنا على الدول الاخرى احنا قاعدين ماشيين في ثنيه صحيحه معناها، ان شاء الله ربي بقى علينا الستر. والشيء هذا يخلي التوانسه يخرجوا هكا في الفتره هذه ويحتكوا ببعضهم؟ لا ما يساعدش، خاطر مازالت الامور ماشي واضحه تو، لازم نكملوا على الاقل شهر رمضان هكا ومن بعد ياتي ما يخالف ذلك، خاطر ما فماش حاجه اللي معناها يقول لي ما فما حد شيء. وقت اللي تتحد لاقصى حد وقتها نجموا نخرجوا، نجموا ودرجه نخرجوا تدريجيا، مش معناها باش تسيب الواحد تخرج الناس كلها مع بعض. هو هذاك هو هذاك هو شويه هكا هو سافات سما. انت من 55% المتفائلين؟ نوعا ما نوعا ما. شنو اللي يخليك متفائل؟ والله متفائل لانه ديما الامه العربيه والاسلاميه ديما شادين في ربي، فهمت كيف؟ ديما شادين في ربي واللي يعمل ربي هو مليح، فهمت كيف؟ هذا اللي يخليني نطمان اكثر، وديما ربي سبحانه ديما قاعد يخزرنا بعين الرحمه. الامل نتاعنا هكا، الامل نتاعنا 55، نتصور اكثر من 55%، ان شاء الله البلاد ماشيه في التحسن من ناحيه المرض، نتصور معناها لاباس، نتصور بلادنا تعدت خير من معناها من برشا بلدان اللي نشوفوا فيها من ناحيه الاموات من ناحيه المرض، والحمد لله وربي جريها على الصلاح. والله يا نبيدي متفائل تو بالاخص كي نزيد نشوفوا الارقام اللي يعطيو فيها، ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر. وتونس هذه راهي بلاد باهيه وارض صالحين وديما ربي بلطف بينا ومبقى علينا الستر ان شاء الله. حتى المره هذه انا متفائل برشا، والله متفائل برشا وربي يبقى علينا الستر ان شاء الله. كي تشوف الاحتكاك هكا والناس الكل خرجت للشارع ولاصقه لبعضها وما فماش حتى لوازم وقايه، لهنا مازلت متفائل؟ والله الاحتكاك هذا راه مش اول نهار، كان على فكره بالنسبه لي نحن الحومه هذه عندها يمكن 15 يوم هكا، وربي يبقى علينا الستر. والله كيما نحكي لك معناتها انت تستغرب كي ترى هكا، وما لها مش زيد اقول لك حاجه، مو غدوه رمضان ان شاء الله يجي العشاء قبل شقال الفطر بسواعتين وتو تشوف الاحتكاك صحيح. ما نعبروش. اجى طلع على الكوش وعلى الززاره وعلى الواحد وتو ترى ان شاء الله. ربي يبقى علينا الست. انا اللي حاس بيه كونه ربي لطف بينا في البلاد هذيا وربي سترنا والله، وان شاء الله يا ربي معانا هكا. ولا باش نقول لك على شيء هذا صعيب شوي باش تغلبوا عليه. هاك تشوف وري العباد هاك تشوف ماشي وجاي فهمت اكثر من رمضان عادي. ما بالوش بيه كورونا واحد وعباد هكا حاسينه. باش نقول لك شيء اسف والله. 55% من التوانسه متفائلين وقالوا تونس ماشيه في الطريق الصحيح، شنو رايك؟ فيش من ناحيه ساعه باش نتغلبوا على الكورونا معناها وماشي وينقص الوباء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا حسب رايي ما ريت حتى شيء، ما ريت حتى حاله، ما ريت خلينا في التلفزه ريت، ما ريتش حاله في الشارع هذه نمشي نخرج نجي نقضي، ما ريتش بالحق، ما ريت كان في التلفزه الكلام هذا. من انت من 55% المتفائلين؟ متفائلة بتبيع ان شاء الله ديما لاباس، وان شاء الله امنات الكل لاباس، علاش ان شاء الله ديما. والله هي تنجم تقول ماشي في الطريق الصحيح اذا كان تلقى رجال اللي يخدموا، ولا اذا كان فما رجال اللي نجموا يخدموا البلاد ويوقفوا على ساقات، خاطر الشعب اللي تشوف هذا الكل شعب يعلم به كان ربي سبحانه، فهمتني؟ نهار يتعشى وعشرة بس بالشر من ايش؟ خاطر الفلوس موجود داخل الفلوس وقاعدين نراو في التلافز زاي فما فلوس داخله منها يعني جاي وفلوس ما فماش. اشترى الشعب تشوف الكل تشوف الاشياء فهمتني؟ ليلة يتعشى وعشرة لو كان احنا الزوال اللي تشوف فينا هذوما ماناش نعاونوا في بعضنا ونمدوا فلوس مساعده لبعضنا، دوله ماهيش خزرة دوله تقبل في الفلوس، مسؤولين تشوفوا فيها في البلاد قاعدين يلعبوا في كتب مو مسهلين على الزوال. الزوال ما على بالهمش بيه، ولان اللي هاز البلاد هذه هو زوال يا رب. هما عندهم كما يشكيوا على شو اسمها الباسبور تاع دبلوماسي، علاش؟ باش وقت اللي عبي مكتوب باش يحب يقطع يقطع، ما يدوم في الواد كان حجر ما يدوم كان هالزوال يا زوال تشوفوا فيها من البقر. هم الدايمين في البلاد، شكون اللي يخلص في الضرايب؟ احنا اللي نخلص فيها الضرايب. اصحاب الرخص المهن الصغار النقل الجماعي والتاكسي فردي واللواج والمهن الصغار هم اللي خلصوا رجال الاعمال ما مش خلصوا بالضرائب، احنا ندفعوا فيها ندفعوا بالضرائب وندفعوا ولادات وكيساتها مكسره
النقل نتاعنا راقد تو اليوم شهروش وحنا راقدين، وين قال باش نعطيكم 200 ألف؟ ما حشناش بال 200 ألف، حاجتني وقفنا الكمبيالات وقفنا الاسيونس، هذا ما اللي حشنا به احنا، ما يزموش ياكلونا بالكذب، وعارفين المرة يكذبوا علينا، أما ما عندهم يوسف. الآخر لحظة احنا رانا نقاوموا، الزوالي في تونس راهو يقاوم. راهو يقاوم وراهو عندنا حق عليه، هاياك ما خذيته اليوم، وغدوة عند ربي شو تعمل؟ في بالك اليمين يحلف به هذاك شنو هو؟ هذاك راهو نهار اخر باش يخلص نهار اخر باش يخلصوا احنا ناكلوا خبز وما نموتوش اما هما راهم اللي يموتوا يموتوا اليوم ويموتوا غدوه صحيح ماك تشوف معنا حسب الحالات اللي قاعده تصير تو حاله الشفاء حاله الاصابه تولينا نوصلوا نهار ما ثماش حتى حاله نهار ثمانيه معنا ماشيه وتطيح ان شاء الله ربي ينصرنا وان شاء الله ربي يبقي ستر على تونس بلاد باهيه وشعبها باهي وقت تشوف الوحده وتشوف تضامن الناس كل تعاون في بعضها ان شاء الله ربي ييسر تونس. نسبه التفاؤل هذه تخلينا نخرج ونحتكوا ببعضنا هكا ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه؟ لا مش نخرجوا مش بالصفه هذه نخرجوا صحيح اما ناخذوا الاحتياطات نتاعنا اللي هي الوقايه نبعدوا متر ما تصف ما نتزاحموش ما ندزوش هذيك يلزمنا بكفايه للاحتياطات نتاعنا مش معناتها ساي نسبه التفاؤل نخرج ونرجعوا كالعاده هذيك تنجم تكر علينا في ترجع على نسبه العدوى تطلع يسر والله تنجم تقول اما اذا كان نحافظوا على نفس التمشي معناتها الناس تلتزم لكن نراوه اليوم تشوف معناتها عباره ما فهم شيء معناتها لا ثم وباء ولا ثم في كورونا لا حتى شيء ربي يستر وكاو ان شاء الله الناس تلتزم في شهر رمضان باش بالحق معناتها نتخلصوا من الوباء هذا في اقرب وقت نغلب ليش امكير اليوم ربي يسترنا كي تشوف الناس هكا والاحتكاك هكا يقعد عندك تفاؤل والله الحق لا اذا كان يتواصل بالشكل هذا صعيب ياسر ان شاء الله يكون ما يتعودش النهار اليوم الناس كلها تعرف معناتها ديما في شهر رمضان ثم رغبه كبيره على الاستهلاك وكل ان شاء الله الثقافه هذه تتنحى خاصه هو شهر رمضان شهر مبارك وزيد معناتها على الظروف الاستثنائيه اللي نحن فيها تو نبعدوا على بعضنا واولا اللي عملوا وزير الحكومه يلزمنا نطبقوا القانون ما تخرجش هي 6 6 5 5 4 4 8 8 بالنسبه لي انا مشكلتي انا عندي كرني ابيض هاو ريتو كرني ابيض وعندي 5 سنين حاشا عينيك هاو وانا نجري على الشهريه وهاو ولدي هاو ولدي وبطل واخزر كان وري كرشي يخزر كرشي قاعد تصور فيا خويا اخزر كرشي ريتها ونجري 5 سنين عليك الشهريه الوزير للشؤون الاجتماعيه يرحم والديك راني يعلم بيا كان ربي عندي 3 عمليات وانا نجري في الشؤون الاجتماعيه وما فماش نقدم ورقي هاو ردات الوحدة توفيه ومش نعرف شنية كل مرة هما يحكوا لي حكاية ويرحم والديك يا سيد الوزير يرحم والديك ها هو شوف الكرني ها هو ها هو هذايا 5 سنين ها هو عام 2 3 4 5 وانا نجري عليك الشهري 55% من الشعب التونسي متفائلين وقالوا تونس ماشية في الطريق الصحيح وبقدرة ربي باش نتغلبوا على الوباء هذا مش في الطريق الصحيح فهمتني انا تو ماخذ مطلق امراه مخلص نفقه من عهد بن علي ليلى بن علي هاك الصندوق العاملاته فهمتني فساد ونخلص تخلص 30 مليون وزادوني فهمتني لا زوز ملايين حق العام فهمتني قاعد نخلص فيها في سنه سياسه وبصغار كل شيء وكاري وعاود تحياتي من الاول جديد عندي طفل الباك وعندي طفلة سيزيام فهمتني تو نهزك للدار دابوس الجاز عندها 3 ايام مش معمر ومبات للشر وكاري ما جيش باش صحتني الكاري بالدار فهمتني ما ريت منها شيء لا دوله ولا حكومه ولا رئيس فهمتني حتى نمشي تقدمت لك الاستقالة هذيك فهمتني ولا تبها في التليفون برا تبع العمدة اتصال بالعمدة شيء ما فهم جيلي للدار تو ساكن في قربش